عمليات فرقة 20. نشكر قائد فرقة 20 العميد ركن شيرزاد على هذه المبادرة الجيدة. اليوم كان عندكم فطور جماعي؟ إن شاء الله فطور جماعي بحضور قيادة قائد عمليات نينوى والعميد ركن شيرزاد والمنتسبين والضباط. قائد فرقة 20 العميد ركن على افتتاح المطعم واليوم الفطور الجماعي. ونشكر جميع المنتسبين على هالمبادرة الجميلة. من توجيهات السيد رئيس أركان الجيش خلال المؤتمرات والتوجيهات اللي تعد قيادة العمليات ضرورة الاهتمام بالمقاتلين والاهتمام بالشؤون الإدارية، تم اليوم بعون الله افتتاح أحد مطاعم الخاصة بقيادة فرقة مشاة العشرين من قيادة عمليات نينوى، وهذا المطعم هو جزء من الجهد المبذول والمكلف بقائد الفرقة لغرض تقديم الشؤون الإدارية والطعام ضمن الارتفاع الذاتي للمقاتلين. أيضا من توجيهات ضرورة اهتمام المقاتلين، المقاتل هو يعتبر عامل أساسي في نجاح المعارك للقيام بالعمليات على الأرض، ضرورة الاهتمام به من ناحية الأرزاق وملبسه وإجازته وكمال تجهيزاته وتدريبه. وأيضا جاءت هذه المبادرة في هذا الشهر المبارك، شهر فضيل، شهر رمضان المبارك، بإقامة فطور جماعي لكهوة المقاتلين فرقة 20 وقيادة العمليات نينوى، وندعو من الله أن يكون هذا العام عام خير وأمن على جميع العراقيين، وندعو من الله أيضا أن يديم النصر على جميع قطاعات الجيش العراقي في كافة صنوفه وأسلحته. بناء على توجيهات القيادة العامة والسيد رئيس أركان الجيش للاهتمام بالمراتب والمنتسبين، قمنا اليوم ببركة الله بافتتاح بهو المراتب في مقر قيادة فرقة المشاة العشرون، وكذلك افطرنا الضباط مع المنتسبين في مقر القيادة والبهو الجديد. حقيقة المراتب المنتسبين يستحقون كل الحب والاحترام، الذين قاوموا وصمدوا بوجه الإرهاب وكذلك شاركوا في عمليات التحرير وأعطوا تضحيات بنفسهم في سبيل الحماية لبلدهم ووطنهم.